اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. في هذا الدرس راح نبدا نعرض السكور، كم المسافه اللي قطعتها الشخصيه من اول ما بدات في الخريطه. طبعا في عندنا كثير اشياء لازم نفهمها. اول نقطه بدنا نعرفها انه الشخصيه ما بتبدا من نقطه صفر، فاحنا لازم نحدد نقطه البدايه تبقيه الشخصيه من المكان اللي تم اول ما بدات لعبه تم ايجادها فيه. ممتاز، خلينا نبدا على طول. الان اول شيء بدنا نسويه بدنا نفوت على الثيرد بيرسون كاركتر وبدنا نبدا. طبعا الاشي اللي بده يصير كل ثانيه راح يكون بالايفنت تيك، لكن عشان نثبت موقع الشخصيه راح نبدا من عند الايفنت بيجن بلاي. خلينا نجي في الايفنت بيجن بلاي، نزيح هدول شوي على اليمين لهون، ننزل هاي هيك، وبدي اعمل فاريبل جديد. الفاريبل هذا بسميه ستارت لوكيشن اللي هو مكان البدايه تبع الشخصيه. طيب ايش بده تكون؟ بده يكون فيكتور. خلينا اجيبه هون واعمل له سيت. ممتاز. طب كم بده يكون؟ get actor location. ممتاز. الان لما اسوي انا اول ما تبدا اللعبه بدي اياك تخزن لي يا برنامج ريال انجن في المتغير اللي اسمه start location، موقع الشخصيه او ما تبدا. ممتاز، هيك عرفنا موقع الشخصيه، خزننا قيمته في start location. بعد هيك بنيجي احنا على الايفنت تك البلينك تايمر. عندنا مشكله بعملنا لانه فيه برانش، فبدي شيء ياثر على القيم اللي احنا راح نكتبها في النص هون، لانه اذا انا حطيت بعد هون، اذا سحبت من هون وبديت في عندي مشكله في برانش، يعني ممكن يوقف. طيب خلينا نيجي احنا هون في النص وبنعمل متغير اللي هو المسافه، بدنا ديستانس. ممتاز، نحطه فلوت ونجيبه هون نعمل ست. طيب الديستانس هاي كيف بدنا نعرفها؟ اول اشي بدنا نقارن احنا بين مسافتين، موقع الشخصية اول ما بدت وموقع الشخصية وين وصلت. طيب كيف بدنا نعرف موقع الشخصية اول ما بدت؟ اول اشي بنحكي get actor location. ممتاز. طيب في نود احنا ما استخدمناهاش قبل هيك، هاي اول مرة بنستخدمها، اسمها distance 2. بدي اخش هون distance vector، هاي النود اول مره بنستخدمها ديستانس فيكتور. ممتاز. الان بتقارن بين منطقتين، في المنطقه الاولى اللي هي هاي وفي عندي المنطقه الثانيه، وبعدين بتطلع لي نتيجه فلوت. طب خليني اوصل انا هاي هون وهاي هون ووصل هاي هون. طيب المسافه بين نقطتين خلينا نيجي نعمل هاي احنا بريك، عفوا ممكن بريك او سبليت زي هيك. وبعدين انا كمان الان انا بمشي بالاكس صح، فبدي اجيب الستارت لوكيشن واعملها جيت. طب انا ما راح اوصل كل شيء بس بدي الاكس، ليش؟ بدي شيء يصير يقص لي الزوايا، يعني يكون مسافه احنا خط مستقيم بين الاكس، بس بدي شيء يقسم واي وزد كمان، فباجي بعمل سبليت وباخذ الاكس. ممتاز، المسافه في الاكس. وبدي اجيب كمان جيت اكتر لوكيشن نسخه عنها، هاي نسخه ثانيه، واعملها سبليت ووصل الواي هون والزد هون. ما راح يحسب الواي والزد بس راح يحسب الاكس لحالها. ممتاز، خلينا نجرب ونشوف الان على الشاشه راح يطلع لنا لو كتبنا برنت سترينج. ممتاز، كومبايل سيف، اشغل اشوف. الان لاحظ في رقم كل شوي قاعد بزيد في اليسار، 3400 3500 مش عارف 5000. طيب الارقام هاي بالالاف بدي اقللها، انا بدي اخليها بال يعني مش مزبوط هيك لانه سنتيمتر، انا بديها بالمتر، فبقول قسمه قسمه على 100. بدك لما بدك تحول انت من سنتيمتر لمتر من سنتيمتر لمتر تقسم على 100. ممتاز، حط لي هاي هون، قسمنا على 100، كومبايل سيف. الان الارقام بلشت 20 21 22 23. ممتاز جدا جدا جدا. تمام، الان هاي الارقام تبعتنا. طيب الان صار عندنا نقيس مسافه بين نقطتين، استخدمنا فيها الديستانس بين قوسين فيكتور وثبتناها على الديستانس تبعتنا. ممتاز جدا، قسنا بين ستارت لوكيشن للشخصيه من الموقع للشخصيه والستارت لوكيشن وما قسناهم بالواي والزد. رائع جدا، وحولنا من سنتيمتر لمتر. بيرفكت، هذا كله احنا مش محتاجينه، خليه شوي هسه شوي حنمسحه. ممتاز. الان بدنا نفوت على الجيم هاد
وبنضيف تكست هون فوق. تمام، هذا التكست بدنا خلينا نسميه سكور. ممتاز، بدنا نعمل له بايندينج. هاي المرة حنتصرف بطريقة مختلفة، مش حنستخدم الهد اللي هون المرة هاي، لا حنسوي بايند. طيب باجي بس بضغط هون، انا ممكن مثلا بدي اشوف على الشاشة شكله مثلا 100 متر بالشكل هذا. لو بدي اشوف بالشكل هذا، خلينا نشوف شكله على الشاشة فوق على اليمين. اوكي مش موجود هو لساته، نعمل كومبايل سيف. في ملاحظة، احنا حطينا له انكور. وين انكور تبعه؟ لاحظ انا غلطة الانكور نسيت احطها. لاحظت انت انا كل مرة بشرح عن الانكور بشرح عن الانكور وغلطها ونسيت احطها فطلعت برا الشاشة، فانت من الضروري جدا كمان انك تحط الانكور عشان يعرف موقف القيس المسافة. طيب نرجع مرة تانية، الان نرجع نحطها فوق هون. ممتاز، الان هاي بنعملها بايند. نيجي من هون نضغط على كريت بايندينج، كريت بايندينج. ممتاز، فتح لي اشي هيك احنا مش عارفين شو هو. تمام اوكي، لو كانت ما عندك هاي هون تكست، لو كانت ما عندك تكست اختارها من هون تكست. تمام هيك اوكي. الان بدنا نعمل كود جوا الهد نفسها. هاي لاحظ انا في عندي ديزاين وجراف هون، فانا دخلت على الجراف، كنت في الديزاين اللي كتبته لما كتبت له انا هون كرييت بايندينج، وداني على الجراف وفتح لي جيت سكور، عمل لي فانكشن. طيب اول اشي بدي اعمله، بدي امسح عن الايفنت تك ولا خليها، مش هتفرق عندي. ايفنت كونستراكت ليش؟ لاني بدي اعمل كاست. لما بدي اعمل بايندينج، البايندينج فيه مشكله، البايندينج هو كانه ايفنت تك، انا ما بعمل كاست على الايفنت تك الا في الضروره القصوى. طيب خلينا نيجي على الايفنت جراف واعمل انا كاست هون. الايفنت كونستراكت هاي نفس الايفنت بيجن بلاي، تنعمل مره واحده. فانا بدي اعمل كاست تو بلو برينت اندرسكور ثيرد بيرسون كاركتر. هاي ممتاز، بدي اجي هون جيت بلاير بان. ممتاز، بلاير زيرو اوكي، وبدي كل نفس ما عملنا قبل هيك بريموت تو فاريبل. انا كل هذا بس عشان اعمل هاي. ممتاز، كومبايل سيف. الان باجي انا هون، انا شكلي عملتها مرتين انا هون، ما تعملتها انا مش عارف. المهم في الموضوع اي واحدة هاي زيرو. طيب انا هذا مش محتاجه. تمام بدي امسح هاي كمان مرة واعمل مرة تانية بريموت فاريبل. اشوف هيك في اشي غريب، كومبايل سيف امسح هاي. اوكي الان هاي هي الموجودة عندنا، مش عارف عندك هيك يمكن وانا بسجل قاعد قبل هيك سويتها ومسحت وما مسحتهاش. ممتاز، الان يفترض يكون عندك بس واحدة موجودة هون. طيب نفوت مرة تانية هون ونجيبها زي هيك ونعملها جيت. ممتاز جدا، الان لما بدي اجي انا شو المعلومة اللي انا سويتها قبل شوي؟ المسافة، بدي اطلع المسافة على الشاشة، فبسحب من جواتها بكتب ديستانس، بدي انزل اخر اشي في عندي جيت ديستانس. ممتاز جدا جدا جدا. طيب الان انا في عندي تكست هون، هاي المنطقه اللي هون هي تكست. الان بقدر انا اعمل شغله رائعه جدا اسمها فورمات تكست. بدي فورمات تكست، الفورمات تكست هاي بقدر اكتب جواتها كثير معلومات. خليني اوصل هاي بس هون شوي، عندي سبب للتوصيل، انا بدي الخانه هاي تو تكست تعطيني تفاصيل كثير هون. خلنا افصلها مره ثانيه، انا بدي اشوف هاي تو تكست. طيب التو تكست هاي انه بيحول القيمه قاعد الان من فلوت بيحولها لتكست. طيب لما بده يحولها لتكست، لاحظ هون في عندي شويه معلومات بقول لك انه بدك احط كوما، وبدك مينيمم انتجر ديجيت واحد، يعني اقل شيء يكتب رقم واحد، واكثر شيء 324 رقم. يعني مش عارف هذا الرقم، يعني 324 صفر يمين رقم، يعني رقم مهول، رقم عملاق. وبعدين بقول لك هون الفريكشن الفواصل من صفر لو من صفر لثلاثة، فأنا يعني ممكن أحط صفر أو واحد واحد مينيمم اللي هي يكون فاصلة رقم، مثلا واحد فاصلة واحد، واحد فاصلة اثنين، واحد زي هيك بصير سوي. أنا بفضل أكون صفر وصفر، أنت بتشوف اللي بيناسبك. طيب الآن بدي أوصل أنا هاي هون
لكن بدي اياه يكتب شغله معينه على الشاشه. بدل ما انا احط نصين هون، حلو، خليني قبل ما انا اوصل هاي بدي اوصل لك هاي على طول هيك، اوكي، ونشوف شو راح يعرض على الشاشه. كومبايل سيف ونسوي ستارت. لاحظ الرقم اللي فوق على اليمين، هاي بلش يعطيني المسافه اللي بمشيها، ولما اعمل بلينك الرقم بزيد قاعد بسرعه لانه البلينك بتمشي مسافه اكثر. ممتاز. طيب الان انا بدي ارجع هون، بدي استخدم الفورمات تكست عشان اطور من النص تبعي، اوصل هاي هون، او حتى ما بديش اوصلها، دقيقه شوي، اوصل انا بس هاي هون، وبدي اكتب هون، بدي افتح براكت اللي هي قوسين، تمام، فتحت قوسين، والقوسين هاي بدي اكتب بعديها متر، وبين القوسين بدي اكتب ديستنس. ديستنس، لاحظ اعطاني هون ايقونه زياده، بوصل هاي تحت عشان هيك انا فصلتها من فوق. الان شو بصير؟ القيمه اللي بتيجي هون بكتب بحطها بين القوسين وبعدين بكتب متر. خلينا نشوف، كومبايل سيف بلاي، لاحظ كتب لي متر وحط اللي سويت انا للتكست للنص فورمات، عملت له طريقه معينه يعرض فيها النص عندنا على الشاشه. ممتاز جدا جدا. انا خليني الغي الان، نرجع على الثيرد بيرسون كاركتر، بدي امسح هدول وارجع اوصل هاي هون. ممتاز. الان بدي احدد كمان هدول هون، واكتب اكس حرف السي، واكتب ديستنس. ممتاز، واحط هاي 40. بيرفكت، واكبر هاي هيك. ممتاز، وارجع هاي لورا. والان انا رتبت شغلي وصار عندي في الجيم هاد كمان موجود كل اشي. طيب الان اراجع معك بسرعه بس ايش اللي عملناه. اول اشي حددنا موقع الشخصيه في الايفنت بيجن بلاي، ثبتناها في المتغير ست لوكيشن، وبعدين رجعنا مره ثانيه جبنا الست لوكيشن هون، واستخدمنا ديستنس فيكتور عشان نقارن بين نقطتين في 2 وفي عفوا في 1 وفي 2. حطينا بالفي 1 باول مكان بيبنى منه الشخصيه، وبعدين في الفي 2 التغيير تبعها، وبعدين قسمناها على 100 عشان نحول من سنتيمتر لمتر، وخزننا القيمه في الديستنس. بعد ما خزننا قيمه الديستنس اخذنا هاي القيمه ورحنا على الجيم هاد واستدعيناها، جبنا از ثيرد بيرسون كاركتر، جبنا الشخصيه واستخرجنا الديستنس من جواتها. بعد ما استخرجنا الديستنس حطينا تو تكست، وصلناها على طول مباشره احنا بالنص اللي هون، بس عشان تطلع لنا هاي النود عشان نعبي البيانات الموجوده هون. بعدين عملنا فورمات للقيمة هاي، انه قلنا له حط لنا ديستنس بعدين سبيس متر وبعدين اطبعها. خلينا بس نسوي شغلة قبل ما نسكر، نشوف بس هيك نظرة يعني عشان نتعلم. لو حطينا هاي واحد واحد كومبايل سيف، خلينا ناخذ نظرة. لاحظ الان المتر اللي فوق كيف بتغير، شوف في فاصلة وبعديها رقم هيك سريع جدا قاعد بنعرض على الشاشة. تمام، انا راح اشيله الان لكن بس عشان نستفيد ونعرف شو الفكرة تبعت الفاصل اللي تحت اللي انا ورجتك اياها وبس. وهيك بكون خلص هذا الدرس. يلا في امان الله، بشوفك في درس تاني، مع السلامة.